Al. احلى مليون مسا عليكم يا جماعه، تحياتي ليكم وتحياتي كل الناس الجميله اللي منوره على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا دلوقتي احنا بنوكل الكلاب، وزي ما شفنا الحلقه اللي فاتت احنا كنا وصلنا لمرحله الكلاب البيتبول، يعني كان اخر حاجه كانت معانا امبارح هي الكلاب البيتبول. النهارده بنبدا نوكل بقيه العنبر. ليه؟ انا امبارح الساعه 3 بالليل اكلت من اول روت والمالينو تمام، ودخلت على البيتبول تمام. خلاص الاكل خلص معايا وقلت هنستنى تاني يوم الصبح لما نجيب اكل تاني. طبعا النهارده جبنا اكل جديد تمام، والعربيه نزلت جابت اكل وظبطنا الدنيا. ابتدينا ان احنا نوكل بقيه المجاميع بقى، اللي هو الهاسكي والجولدن والجرمانات، ثلاث بوكسات جيرمان، والكلاب الحايده. والكلاب اللي فوق دي احنا بنوزع عليهم الاكل، بنفرطه كده في الارضيه. طبعا فوق دلوقتي انا ما خليتش فوق الا ايفان وكلبش والجراوي اللي هي الصغيره، وبقيه الكلاب طبعا طبعا دلوقتي اللي هتبقى الكلاب الصغيره فوق، عشان طبعا تعرف تاكل كويس وتشد حيلها كويس ويبان على جسمهم. طبعا احنا بنسيب هنا الكلاب تاكل براحتها خالص. الكروانه الكبيره دي لو هم خلصوها، هم طبعا بيبقوا نظام عائلات مع بعض تمام. الكلاب الهاسكي بيبقوا مجموعه عارفين بعض كلهم، مفيش كلب بيضرب كلب، مفيش الكلام ده كله. اول ما بيخلصوا اكل، لو خلصوا الكراونه دي وعايزين تاني بنزود لهم تاني، تالت عايزين تالت نزود تالت، لحد الكلاب ما تشبع خالص تمام؟ طيب خلصوا اكل بيعملوا ايه؟ بيبداوا ان هم يمشوا هنا، يعملوا حمام، يعملوا حمام في البوكس، الحاجات دي كلها، زي ما عملنا مع البيتبول قبليهم كده تمام؟ بنبدا ان انا نحبسهم وبنطلع اللي بعديهم. يعني في حدود بوكسين او ثلاثه ونوقف شغل ونيجي ماسح الثلاث بوكسات دول، بيكون الكلاب خدت راحتها في الحمام بتاعها، بيكون الكلاب شربت، كانت كويس، شبعت تمام. نرجع تاني نعيد نفس القايمه من الاول، من اول الروت وايلر. زي ما انتم عارفين مره على مره كده في الفيديوهات هتتعودوا معانا على ترتيب البوكسات دي، كلاب الروت مين وكلاب الجولدن مين. كنت بفكر ان نعمل قدام كل بوكس هنا زي قايمه باسماء الكلاب اللي في البوكس اللي قصاده تمام، بس طبعا احنا حافظين الاسماء دي كلها، يعني حافظين الكلاب دي كلها. بس زي نظام المستشفيات كده في حاجه اسمها متابعه تمام، كل بوكس فيه اربع كلاب او خمس كلاب تمام، بيتكتب قايمه باسماء الخمس كلاب دول، مين اللي اتجوزت، مين اللي خلفت، مين اللي تعبت وخدت علاج ايه، وكذا كذا كذا. ده كله هيتعلق في نظام قايمه زي لوحه بلاكاش كده، هنعلقه هنا، هيبقى قدام كل بوكس تمام الكلام ده كله. دلوقتي طبعا احنا بنسيبهم طبعا كله ياكل يشبع. لو عايزه تاني بنزود عادي خالص. Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
good day. Wake up, today's gonna be a 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 good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they're out. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.